في العاصمة المقدسة. تبدأ دوريات الأمن جولاتها بعدد من الأماكن العامة، ويتم من خلالها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من استخدام الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وأيضا يتم تطبيق مخالفات الذوق العام. التباعد الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. عدم لبس الكمام وانك ممكن تسبب اشكاليه للناس المتواجدين في المرفق هنا؟ لا والله اني غلقت عندي بالسياره، انا دائما اشتري الكرتون غلق. أيوة. ما المفترض ما تنزل، رايح ادور في المحل. المفترض ما تنزل مكان عام الا وانت موفر الكمام ولابس الكمام. فتين هذول الحكات بخصوص اللي هو عدم ارتداء الكمام، بالاضافه الى عندك مخالفه الذوق العام بخصوص ارتداء داخل الكمام وعدم ارتداء كلام الكمام، هذا مخالف لوجودك في حديقة عامة ومرتدي الكثير، خاصة إذا كنت أنت من أحد العاملين سواء في الكشكات هذه الموجودة أو خلافه. سلامتك وسلامة الزائرين للموقع لازم أنك تكون مرتدي الكمام. شكل الكمام متدخل كثير ضايق. هذا مخالف؟ ترى ما حد حرص الكمام، سلامتك. لو ضايقت شيء هذا مخالف. الله يعني.